السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين المشاهدين الأعزاء وقناتكم إبراهيم للعقارات الكنس. اليوم سأقترح عليكم شقة في منزل اللي تتواجد ولا اللي تتكون من جوج نتاع الطوابق فقط، كل طابق فيه جوج نتاع الشقق. عقار نتاع اليوم متميز بالنسبة للفينيسيو نتاعو والثمن نتاعو جد اقتصادي. الصالون عندنا هو تبارك الله واحد المساحة اللي هي كبيرة، فينيسيو اللي هي راقية ونقية، شقة كاملة بلاتينية. والعقار نتاع اليوم تيتكون لينا من صالون اللي حنا تنتوجدو فيه حاليا كما شفنا، المساحة نتاعو تبارك الله كبيرة. عندنا هنا وسط الدار ولا سيجور، عندنا هنا سيجور ليسون على شكل تاع صالة مونجي، لاستراسيون نتاع التلفازة و النيميريك كاينة اون فاس. عندنا مطبخ اللي هو هذا بمساحة كبيرة بالإضافة للبالكون تاعو، لي بلاكار نتاعو نتاع الخشب، كوندوار نتاع الرخام، و بالكون لي تستعمل فيه الشوفو و الماكينة نتاع الصالون. الغرفة نتاع النوم والحمام، عندنا الكولوار هذا لي تيجيب لنا الحمام المشترك، فوق منه كاين واحد الخزنة دي بارا. عندنا هنا الغرفة التي نسميوها الغرفة رقم واحد اللي هي لي بلاكار نتاعها، وبالحمام الخاص بهاد الغرفة هادي. فينيسيون هي راقية، تصميم نتاع الشقة اللي هو ممتاز، والثمن جد مناسب بالنسبة للعقارات ولا الشقق نتاع اليوم. هذه الغرفة رقم جوج تبارك الله، المساحة اللي هي كبيرة، تاع الغرف مساحات اللي هما كبار، وتشطيب نتاع الشقة اللي هو ممتاز بالنسبة للفينيسيون، والثمن تاع الشقق جد مناسب ابتداء من 30 مليون. الشقة اللي تتواجد فيها حاليا اللي تتواجد في الطابق الثاني فقط بالثمن نتاع 30 مليون. بالنسبة للناس اللي تهمهم هذا العقار هذا، فقط يكفيهم انهم يتصلوا بنا، نديروا معهم زيارة لأي مكان، نكتشفوا العقار عن قرب، ولا كان ينال الرضا نتاعهم والإعجاب نتاعهم، فممكن أن يكون التفاهم بالنسبة للاقتناء نتاع هذا الشقة. التصميم هو جميل، فينيسيون هي راقية ونقية، والثمن كما ذكرت لكم فالثمن جد مناسب بالنسبة لهذه الشقة هذه. وصلنا للنهاية تاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وتتبعوا نتاع الفيديو حتى لهاد المرحلة. دمتم في رعاية الله، وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.